بدورها قالت نورهان بدر مستشارة وزارة العدل الهولندية وعضو الجبهة الوطنية للمصريين في الغرب لأونلايف، قالت على هامش أعمال المؤتمر إنها واجهت العديد من التحديات للوصول إلى منصبها الحالي، مشيرة إلى أنها استعانت بذوي الخبرة خلال مسيرتها العلمية. طبعا تحديات صعبة لأن صغيرة في السن، لازم أكتب تقارير عن ملفات صعبة، فيعني ما كانتش حاجة سهلة، وكوني إني محجبة وأول محجبة في وزارة العدل ده برضو ما كانش شيء سهل، بس إصرار وإصرار وإن أنا أسأل ذوي الخبرة ويعني أحاول أطور من نفسي كتير، وكل يوم بقابل تحديات كتيرة بتخليني بتكسبني خبرة أكتر أكيد.